قناة أصوات من نور تقدم لكم هذه التلاوة النادرة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا والله غفور رحيم.
فاسق بنبأ فتبينوا
ميتا فكرهتموه
واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا وجاهدوا بأموالهم
لما جاءهم
أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها أفلم ينظروا والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الآخر
بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.
قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم.
عظيم.